وانت عارف انه قاعد اقول الحوثيين مش الى معركه وهذا. إذا ضمنتونا حزبنا والخديعة والمن نحن رئيس الجمهورية احنا من المناطق اليمن حطينا ما بنقاتل شيء غير أصحاب المنطقة والما علي البلاد هي تشتري الناس تقاتل عليها من كل مكان ما إذا اعتمدنا غير على كل قرية على كل أصحاب كل منطقة ما بتحرك أثبتت على أيام شوفوا كانوا ينتقدونا حراس الجمهورية يقولوا أنتم نظاميين وبعدين بيجي قاتل في الكتيبة لكن لو جاء واحد شيخ مع مجموعة عيدات قلنا وإحنا عن صنع أخوة وقلنا ها بير أحمد قلنا ما عادش هذا صاحب دمار هذا قلنا إحنا كلنا عيال بير أحمد جرينا الحكاية هذا وخطينا بلوا الأول ولا ماشي بلوا الثاني قلنا كلنا عيال بير أحمد ما عبش عيال فلان ولا عيال فلان فالزمالة هي بتخرج زارتين أقوام من الأخوة بالمعركة متى ما وجدت إدارة صحيحة للناس وللبشر خلاص الأخوة تتواجد إذا هي تفاهم بين قايدة السرية وقايدة كتيبة وقايدة اللواء فإذا ما خلقنا هذا التكاتف وحدة الصف وحدة الانتماء انتماءنا للمقاومة وللحرة أنا عن نجاح من حق الانتصارات في كل مكان أكل من أكلهم ومن قوتهم ويشاركهم الحر والبرد والريح والمطر لا ما يجعل الله فرج لهذا البلد وحدة الناس والتكاتف هو أهم شيء والعدو ما يدخلش قسما بالله ما ينتصر في المعركة إلا بعد ما يخلص وهو ضعيف العبدية لها كم 20 يوم مديرين محاصرة يضربها بالصواريخ بالبالستي بكل أنواع الأسلحة مدرس يقاتلوا سطرية الساعة دي ما تحفريها فيها خندقك يا أنك بترجع تندم عليها يوم الله الله ومش كل شيء المعدة إذا ما بالشغليات ما بش خلاص أجلس انتظر لما أجي القذيف اللي فوق راسي ولا احفر لي خندق وخليها من داخل مارب وديها فوق راسك انا في البر لا سمح الله مارب وانا داري ان مواقعي محصنت وانه اذا ما قدرت اتجاوز الخط العدو على الاقل العدو ما يقوم في هجوم معاكس يتجاوزني. الله يسلم عليك. يا سلام وعفوكم يا سلام الباقي تفرد البر. يسلمك الله. تمام. شدوا حيلكم. إذا الدنيا اليوم سلب بكرة هي حرب. نعم والله نستعمل الناس جاهزين. هذا هو استعداد. جاهزين. احنا الوضع استعداد. جاهزين مستعدين بأي وقت.